الو سي وليد، مرحبا بك. الو، مرحبا بك سي برهان، ومرحبا بسادة ضيوفك، مرحبا بكل مشاهدي قناة نسمة. سي وليد، لماذا التدخل الأمني اليوم في جامع اللخمي بصفاقس؟ اولا نحن عندنا قانون اسمه قانون 89 متعلق بقانون المساجد. اليوم قاموا مجموعة من المصلين بمنع الإمام من أداء صلاة الجمعة وإمامة المصلين في هذا المسجد. تم التدخل، طبعا تم إيقاف 28 شخص وتقديمهم للعدالة باستشارة النيابة العمومية. تم الاحتفاظ بسبعة أنفار من أجل الإخلال بهدوء المساجد ومنع الإمام من أداء صلاة الجمعة. يعني من الغريب أنه نشوف معناها ناس تمشي تصلي باش تمنع الإمام أنه يصلي بها. في نهاية الأمر نحن نقول أنه فما قانون لابد أنه ينطبق، هذا اللي قامت به اليوم الأمنيين هذا اليوم الشيء قاموا. سي وليد، يعني القانون يعني يجرم احداث الفوضى في المساجد ومنع امام من انه يعتلي منبر. فما قانون كامل، هو قانون سنه 1989 متعلق بالمساجد، يمنع الاخلال بهدوء المساجد. المساجد جعلت للعباده ليست لاي شيء اخر. والعباده طبعا بيت ربي سبحانه لازم يكون معناها هذا، ويلزم تقوم فيه الصلاه. يعني اذا كان مسجد نمنع من وقوع الصلاه فيه، يعني هذا اخلال بقانون المساجد واخلال بالشعائر الدينيه. طبعا هذا مساله قضائيه، الان احيل الامر الى القضاء. معناها بالمجموعه الجرائم اللي كنت قدمتهم لكم، اللي بينتهم لكم تو منذ حين، والعداله تتخذ مجراها. طبعا سي وليد يقول القائل لماذا تاخر التدخل الامني؟ علاش ما كنتوش موجودين ايضا الجمعه الفارطه وتشوفوا في نفس المشاهد هذه؟ اش بيكم قررتوا اليوم؟ لم يتأخر معناها التدخل الأمني. تم اليوم التدخل الأمني، مرة فاتت كان موجود الأمن، كذلك الأمن دوره كذلك أنه يحمي المصلين ويحميهم، والحمد لله ما فماش حاجة صارت. واليوم تم التدخل بتبيع بطريقة عدلية، وضابط العدلية نفذ التعليمات النيابة العمومية، وتم الاحتفاظ بالسبع أنصار هم. سي وليد، خرج حديث عن مسألة الأسلحة ورشموا سكيك القهوة في المسجد. مسألة مش موجود منها هذيا وما فماش. يعني مهم تكذبها يعني وبشكل رسمي؟ ما فماش ما عنديش ما يفيد إلى حد الآن هذا. نأكد حاجة واحدة، أنه لابد من علوية القانون، لابد أن الناس تحترم القانون. في نهاية الأمر هو هذا قرار إداري، لابد ان نحترمه. وفما جهات قضائيه هي المحكمه الاداريه تنجم تطعن في القرار والى اخره. معناها فما نحن اليوم في دوله، راهو في دوله ديمقراطيه، دوله قانون. طبعا المسالك القانونيه مفتوحه. اليوم عندنا قضاء مستقل، قضاء اداري، معناها الناس الكل تشهد بنزاهته وكفاءته، ويمكن القيام بالطرق الاداريه. لكن محاوله فرض القوه عوضا عن منطق القانون واعتماد الاساليب نتاع التقوي واساليب اللي هي خارجه عن نطاق القانون، هذا طبعا لا سبيل اليه. عندنا قضاء مستقل، نحن الناس كلنا نثقوا فيه. تم احاله المظنون فيها من القضاء معدد سبع انفار بعد ما تم تقديم 28، واكيد جدا العداله ستاخذ مجراها. سي وليد، يعني بالنسبه للمستقبل مثلا، لو كان باش تتكرر نفس الحكايات هذه الاسبوع القادم، ولو ان يقول قائل وزاره الداخليه مهمتها انفاذ القانون، ولكن نفس الوضع نفس الصورة، إمام يمنع من اعتلاء المنبر. هل ننتظر أن الإمام الشيخ الكراي سيعتلي المنبر بحماية من الأمن؟ نحن دورنا أنه نطبق القانون في برهان. نحن دورنا أن نطبق القانون ونطبق القانون، بمعنى أنه إذا كان تم العود للقيام بنفس هذه الممارسات، أكيد جدا أن القانون باش يطبق. ونحن دورنا هو انه ننفذ القانون، وهذا هو دورنا. واي حاجه تطلب من السلطات الامنيه بطريقه قانونيه اكيد جدا، وتتلائم مع القانون اكيد جدا، السلطات الامنيه باش تقوم بها، مش باش تخرج على القانون. واضح.